سابقا كنت يعني انبسط لما حد يقول لي خريجة جامعة أبو ظبي. اليوم أنا فخورة جدا بعد هذه الزيارة، أدعوكم للالتحاق بالجامعة. حاجتين مهمات جدا لازم تتعلموهم عشان لما تطلعوا من الجامعة تدخلون سوق العمل راح تواجهونهم كثير. Number one, crisis management. Number two, how to find the best possible contingency plans. لأنه وش اللي أنتوا تخططوه هو اللي حيصير all the time. يعني أحيانا المدير اللي في الديبارتمنت اللي أنتوا فيه أو whatsoever يطلب منكم تاسك معين. التاسك هذا أنت تيجي تسويه حتى as an engineering student احيانا ما يمشي ممكن الطريق ما يسع او ما ينفع التخطيط المعين اللي انتم عملتوه، فلازم يكون عندك شيء اسمه كرايسيس مانجمنت. هذا لازم يعطوكم كورسات فيه، انا اعرف انه البزنس يعطوا في شابتر كامل على كرايسيس مانجمنت. حتى لما صار في 2009 نكسه اقتصاديه كان احنا اوريدي كنا عارفين بسوق العمل شلون نتعامل معاها او هاو تو جيت اواي فروم ات، لانه كان مؤثر على الماركتينج وعلى السيلز وعلى كل شيء. فاحنا لازم نتوقع اشياء زي كذا تصير. لما اقول كرايسيس مش بالضروره نكبه اقتصاديه، ممكن تكون اي مشاكل تخص سوق العمل. يعني مثلا تاسك اعطوني اياه ما عرفت انجزه لانه حصلت لي مشاكل خارجه عن استطاعتي. Guys, you have to be so thankful ان اهاليكم عندهم القدره انهم يدخلوكم تدرسون بالجامعات، لان انا اعرف وشفت ناس ما عندهم تكلفه كورس عشان يكمل الكورس اللي بعدين بالجامعه، وانا اصلا عنده تكلفه انه اصلا يدخل جامعه عشان يتلقى التعليم المناسب وبالتالي يطلع يشتغل في اي وظيفه دنيا، المهم انه يكسب لقمه عيش. فبليز دائما تشيرش افري مومنت في اروقه الجامعه هذه، لان ايش ما كانت اكبر مشاكلكم انك تخلص بروجكت، تعمل اسايمنت، دكتورك منغص عليك عيشتك، حارمينكم من درجه، ظالمكم في جريد، هذه أكبر مشاكلكم الحين، بكرة هتجيكم مشاكل كثير أكبر منها في الحياة. يعني الحياة مليانة تشالنجز وتحديات، اللي أنتوا الحين فيه enjoy it to the max. حتى صعوبة الأسايمنت، حتى الدكتورة اللي منقص علي عيشتي بكرة راح تتذكر هذه الأيام وتبتسم وتنبسط. يعني أنا اليوم وأنا جاية أتذكر الدكتور كان عطيني سي وأنا عمل أي student وكنت ماخذة 6 courses، لا مش عايزة 6 courses، خد 5 A. I had like هذاك الكورس كان لازم جي بي اي حقي يسكر 4، ما سكر 4، سكر 3.6 3.7، وانقهرت ومتقهر وما تكرمت مع اللي تكرموا لان الدكتور كان بيني وبينه كونفليكت فاعطاني سي. اتس بيرسونال، sometimes they take it personal. احيانا الدكتور حتى مخه ما يكون يعني مستوعب نفسيه الطالبه او الطالب في بعض الاحيان، انما في الاول وفي الاخر لا الاحترام والحشيمه لانه بالاول والاخر هو دكتور. فأنا من كل قلبي أتمنى لكم نجاح، أتمنى لكم التوفيق، أتمنى لكل واحد فيكم يكون optimistic و very realistic كمان ويطلع من الجامعة وهو مبسوط وداخل سوق العمل. لا تتوقعون أنكم راح تكونون مدراء أول ما تطلعون. Let me tell you about the first horrible interview I've made. هذا الله يسلمكم كان شركة من الشركات الحكومية، وأنا واحدة من الطلاب اللي كنت مرة حابة التخصص الماركتينج، وقلت إذا بتخرج ما أبغى أشتغل أي شيء ثاني إلا في التخصص هذا. فرحت قدمت على وظيفة في البي آر والماركتينج في هذه الشركة الحكومية. المديرة كانت very knowledgeable صراحة يعني، وهي يعني she's local بس ما تتكلم ولا كلمة عربي، فاستفزني هذا الشيء. anyways بس مو هذه القصة يعني. المهم إنه هي كانت منبهرة بس بطريقة سلبية. يعني sometimes المديرة لما يشوفك مرة clever ومرة فاهمة أنت إيش بتقولي وإيش بتسوي وكين إنك to strive to prove yourself في الشركة، يبدأ هو يخاف على نفسه فما يقبلكم في الوظيفة. So إذا أنت ما انقبلتي بالوظيفة know that you are يعني أحسن بكثير من ال position. و sometimes هم يقولوا لك you are over qualified for the position. و sometimes أنت ما أو أنت يعني مش you're not matching the skills needed sometimes. بس أنت دائما حط في بالك حتى ما تنحبط إذا طلعت من مكان رفضت فيه ان انت احسن بكثير من هذا البوزيشن. As long as you have this belief دائما راح تاخذون تحسون براحه وتاخذون الشيء اللي انتم تبغوه. المهم انا اول ما سويت الانترفيو قالت لي what is marketing. طبعا انا حافظ المنهج كريت marketing is 1 2 3 4، what does it include، it's بحر 1 2 3 4. اقول لها كل شيء، قالت لي طيب. طبعا هي she kept on asking. انا لو مكانها بوظف، مش عشان انا يعني لا، بس انه يعني I know what's this about.
احنا نعمل كذا تعرفين ولا؟ قلت لها اتعلم، ما حد انولد من بطن امه ما يعرف، يعني يعرف كل شيء. قلت الموظفين اللي عندي كلهم at least 5 years of experience وانا احطك بينهم. قلت لها برضو ما احد فيهم بدا عارف كل شيء، يعني حتى لو كان هو عنده expert يعني expertise برا، دخل على الشركه probably he had to learn كل شيء من اول وجديد، لانه المجال حق الشركه نوعا ما تريكي. ما ابغى اذكر اسم المكان حتى ما نشر، لا هم مشهورين بس ما نبغى نذكر اسم المكان. فجاني الطلب ريفيوز وقالت لي اذا حابه تتوظفين توظفين ريسبشنست with all due respect. حتى الريسبشنست لهم كل الاحترام والتقدير، بس انا كنت حاسه نفسي اوفر كواليفايد فور ريسبشنست. قلت يا بلقيس، وعلى راتب كويس جدا ترى، الراتب كان فوق 10,000 ولسه فريش جراد. فانا قلت اذا انا باخذ، انا اعرف نفسي بعد شهر بعد شهرين I'm gonna feel so bored ونو تشالنج ونفس التاسكس كل يوم، وذا اي نيد سمثينج ذات از تشالنجينج. فطلعت من الحكومي ودخلت على الخاص، والخاص طبعا ما يتقارن بال كسالري، ما يتقارن ابدا. بس ايش الوظيفه اللي حصلتها؟ ماركتنج اكزيكتيف، التخصص تبعي، رغم انه اتس اويل اندستري يعني شوي صعب وكذا، والاويل اندستري شوي تريكي، بس تخصصت ماركتنج اكزيكتيف. بعدها بشوي انتقلت على ابو ظبي ميديا سيلز مانجر. ف إذا أنت أو أنتي تبدون في التخصص especially if you really love it وترفضون أي حاجة ثانية مقابل a higher salary وتركزون على الميجر تبعكم، شوي شوي توصل على 30 سنة تلاقي نفسك في الهيراركي في مكان عالي، غيرك 30 سنة striving ما هو عارف وين هو، مرة PA ومرة receptionist ومرة مش عارف إيش. طب وتخصصك يا ابن الحلال؟ بقول أنا حابب بس ما حصلت، I would wait a little bit مقابل أنه أنا أحصل، أو ممكن أقبل بوظيفة يعني اقل بالسالري بس مقابل انه انا اوصل في الهيراركي مكان ثاني. هذا كل ما في جوابتي لكم اليوم، اتمنى انكم استفدتوا. بليز اف يو هاف اني كويستشن، في سؤال انا كثير يجيني في كل الجامعات، كيف اثبت لاهلي انه انا صح وهم غلط؟ كيف اثبت لاهلي انه انا صح وهم غلط؟ الاجابه في جمله واحده، انا عارفه، لانه في 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 ناس منكم يعني مجبور يدرس هذا لانه الوالد اصلا مهندس، فانت لازم تكونين مهندسه، الوالد دكتور سو يو هاف تو بي دكتور، وسلوي بلدنا ما في عندك اي مجال ثاني انك تدرس اي شيء ثاني. The best way is بهذه الجمله السحريه، actions speak louder than words. لما انا كنت ادرس طب دخلوني طب، دخلت كم شهر كذا وما عجبني الحال، كنت ادرس طب في قصر عيني في مصر، ما حسيت نفسي I can take the anatomy وتقطيع الجثث الساعة 7 الصباح وريحة الفورمالين اللي تضرب فيني كأنك يعني آخر شيء. حسيت إنه this is not me. قلت لهم يا جماعة استسمحكم، أنا راجع الإمارات أبغى أدرس تخصصي اللي أنا أبغاه. إيش تخصص إن شاء الله؟ تسويق. نعم؟ أنت تبغي تفضحين عند الناس؟ كيف؟ ومش عارفة إيش. شوف أمي قالت لي جملة إلى اليوم ما نسيتها، قالت لي عمرك لا بتفلحي ولا بتكوني أي شيء أصلا دامك تركتي الطب. احنا كنا حاطين الامل انك تكونين طبيبه، واكيد في غيركم يتعرض لهذه المشاكل، لا حتفلحي ولا حتكون وانت فاشل وما منك رجاء مش عارف ايش، هذا كلام كثير يتكرر. انا ايش سويت؟ انا اخترت التخصص. قلت لهم انا اتحمل مسؤوليه، قالوا لي ايوه تبين تكونين مندوبه مبيعات؟ قلت لها يا ستي انا اكون مندوبه مبيعات. وطبعا درست في 3 سنوات ونص، شوف الكلمه هذه خلتني سو تشالنجينج، انه انا في 3 سنوات ونص لازم اخلص، واخذت 6 courses by 6 courses by 6 courses. وساره كانت زميلتي ترى، يعني اي ما في عندنا مجال للعب ابدا. لما جيت اتخرجت جات امي قالت لي كيف؟ قلت لها مع مرتبه الشرف الشيخ حمدان بيكرمني. هير قالت لا ستوب اي ثينك اي مسجادجت. بعدها بشوي انا لما توظفت قلت بفلوسي from my own pocket، ماني محدش له مني علي هروح ادرس ماجستير، ورحت ودخلت الجامعه وخلصت الماجستير في سنه هم لما شافوا انه الاكشن سبيك لاودر ذان ورس، انا ليش بعول راسي انه بقعد اقولها لا انت غلط وانا صح؟ هم طبعا different generations يعني with all due respect we love our parents we adore them، بس هم في عالم لا لا لاند sometimes، واحنا نتكلم في شيء هم ما يفهموا فيه ولا لهم علاقه فيه، ولا مهما حاولت اقولها احمر تقول لي لا اسود، والله احمر شوف تقول لك لا ابدا انا شايفاه اسود واسود غصبا. فانا ايش كنت اسوي؟ اقولها طيب اسود، بعد فتره اثبتها انه هو احمر، فتضطر هي ايش؟ تسكت، لانه شافت الجانب الايجابي المشرق طالع مني.
بعدين when I went to the musical career طبعا this was a whole يعني عور راس كيف أنا دخلت وكيف صرت لأنه عيب وممنوع وأشياء زي كده. اليوم لما شافت أنا إيش صرت واليو إن أمباسدور والكلام هذا كله I wanted to invest a lot of time في الهيومانيتيريان سايد والأشياء الخيرة في المجتمع علشان أثبت لهم أن الموسيقى حتى أنتوا يا أهلي مش دائما الموسيقى أو الفنانة يعني سيئة أو سيئة سمعة أو حياتها سوداوية ولازم تنخرط في المحظور. وهذا اللي أنا أبغاه منكم. لو أنت ما عندك قدرة لتساعد السوسايتي بأنك تتبرع ولا لاجئين ولا القصص هذه كلها لأنه هذه متروكة للإنفلونسرز أكثر. Try to invest a lot of time in making a very good reputation and work with morality and ethics. في كورس اسمه business law أخذنا فيها الأشياء. I'm sorry if I speak Arabic the whole time. But I throw some English words here and there. Yeah. So هذا اللي أنا بس أبغى أوصل لكم إياه. Don't be a pain in the neck للموظفين اللي موجودين لأنه أنا have been through this. كنت مرة خلوقة وكذا بس كان هم في بعض الناس they actually push you to the limits and sometimes above and beyond. فكنت أضطر إنه أفضل حل لي إنه أطلع وهذا مش حل للجميع. إذا بتطلع وين بتحصل وظيفة الوظائف ما هي بالسالفة تحصل. فكان a lot of striving, a lot of challenge. وقلت لكم الرداء الأسود هذا اللي بتلبسوه يوم التخرج هذا بداية معمعة الحياة. خلصنا الأسايمنت والدكتور اللي تنطط على راسي وبندخل في المدير اللي حاسبني كل يوم على شغلي وعلى مش عارف إيش. But let's look at the bright side. الحياة رهيبة فيها أشياء كثير حلوة وكل ما أنت أسعدت الآخرين حتى لو جبت سندويشة لزميلك أو زميلتك في العمل تبسطها وتسعدها this will pay off. حتى إذا كان ما يطيقك ادفع بالتي هي أحسن دائما ادفع بالتي هي أحسن. عدوك اللدود خليه صديقك الحميم بالعطاء والسعادة والإحسان والأشياء اللي زي كذا. don't give them back the same. حتى الستودنت وبعضكم الزملاء لبعض برضو كانت في حساسيات وكراهية وتعصب وعصابة والسودانيين مع بعض أنا عارف فيهم. والفلسطينيينز والشوام together. This is يعني هذه أشياء بسيطة. كل مجتمع في جوانب جيدة وجوانب سيئة. Anyways, I'm welcoming your questions. أي حاجة حتى لو تخص البزنس لايف not necessarily the musical career لأنه that's something يعني كمان كبير وبحر بس التسويق gave me the lead. وكل الليدرز اللي في الميوزيكال اندستري على مستوى العالم are very very good marketers. حتى لو كان عندهم تيم خاص بالتسويق لازم هو عقليته تكون متفتحة جدا لأنه في ناس عندهم تيم جيد جدا في الماركتينج بس هو عقليته مش متفتحة وبالتالي ولا فكرة من الأفكار هذه اللي يعطوه إياها التيم تمشي معاه ولا تتنفذ فيحس التيم بالإحباط ويمشي ويسيبه ويدور على فنان غيره. فالليدنج ستارز في الوطن العربي وبرا زي عمرو دياب وحسين الجسمي والأسماء هذه الكبيرة هذول لما تقعد معهم they're gurus of marketing. شلون هو قاعد يفكر أهد؟ Oh my god. فأنا أتمنى أكون زي Anyways, any questions before I go? أي حد عنده سؤال؟ أبوه منقص عليه أبوه منقص عليه. ليش ما فكرت تكملي ماستر هنا في الجامعة؟ يعني ما تبغى؟ أيامها التخصص هذا ما كان موجود. اللي هو الاستراتيجيك ماركتينج. أنا كنت أبغى تخصص في الماركتينج ما كنت أبغى بزنس. و I couldn't find this but in Dubai in another university. وأخذته وخلصته الحمد لله. بس if I have extra time to do PhD I would love to come back in. بعد اللي شفته يعني. Any other questions؟ تفضلي. كيف أقنعتي إنه أشتغل في الراديو؟ إنه هو حلم حياتي إنه يكون عندي مش لازم تشاركيهم الحين كل شيء لحظة. لأنه كل ما بتشاركي كل مسمعين إحباط أكثر. فأنت أي حد يسألك يقول الحمد لله. I'm managing. الحمد لله دراسة كويسة طيبة. Don't tell them about. أنت إيش ناوية تسوي أو لأنه ما إذا أنت شايفة إن هم مش في صفك الآن بكرة حيكونوا في صفك وهذا دافع موتيف رائع جدا لك إنك أنت تتفوقي وتكوني very good person to prove. أول شيء اثبتي لنفسك واثبتي لأهلك بعدين اثبتي للناس. فهم لما يشوفوك نجحتي وصرتي اسم مهم وراتبك كويس وحياتك كويسة وكل شيء ماشي تلقائيا هم ينسحبوا. They know that this was your choice and as long as you're happy they should be happy. طبعا انا ما اتكلم انه يعني خلينا ضدهم وشيء بالعكس هذول يعني
بعد الله هم على الأرض، يعني رضاهم من رضا ربي ورضاهم في الجنة. بس الكونفليكتس اللي تمرون فيها بهذا العمر مريت ولا أزل ولا زلت أمر فيها. شوف حتى أنا بعد ما تزوجت still I have a lot of conflicts with my parents، خصوصاً الوالدة، لأنه هي she's overprotective وقلبها علي، أنا فاهمة وعاطفية. الأم دائماً عاطفية وقلبها على أولادها، وتكون زي القطوة she would eat her kittens علشان to save them. شوفوا الأم لأي درجة. الأم ترى في الحقيقة هي غريزتها كذا، إنه I would eat them، بس ما يلمسهم أحد ولا يأذيهم أحد. فهذه يعني هذا شيء إحنا we have to respect. إنما في conflicts أحياناً هم ال different ال age gap هذا اللي موجود أو generation gap يخلق كثير من المشاكل، وأي تغيير يلازم كثير من ال challenge. التغيير مش سهل أبداً. اسألي. طب كيف أقنع الوالدة بتدرس برا المكان الجامعة بتدرس؟ السؤال إنتي ليش تبغي تدرسي برا؟ إيش اللي فيه برا مش موجود؟ لا هي صراحة أنا بدي ضل هون، بس هن مسافرين راجعين على البلد وأنا بدي ضل هون، فهي مش قابلة الفكرة إنه أنا ضل في البلد هون وهي هي هذا الموضوع. تعرفين إيش هذا الموضوع؟ يدخل فيه الشرف والعادات والتقاليد. بس أبوي غير، أبوي خلاص عم بيشوف في دراسة في الموضوع أوكي أنتي في جامعة مختلط وكل شيء مرتاح، بس إنه الأم لا. هي الأم أنا قلت لك الأم دائما هتلاقيها ضدك لأنه هي تحبك أكثر ومصلحتك من مصلحتها. How are you doing at the university؟ درجاتك كويسة؟ كم باقي علشان أهلك يرجعوا؟ هما رح يروحوا هالصيف رح ينزلوا، وأنا ضايق يعني سنتين. أنا أقول لك حاولي تنصحيهم إنك تبقي، بس إذا شفتي الموضوع مرة مسكر، لأنه شوفي الأشياء لما تدخل في العادات والتقاليد وشرف البنت والكلام هذا كله. I'm telling you sis you can't do anything bad. أنا بعيد عنهم، أنا بنت قانون سفيرة للمرأة في المنزل. يس. أبغى بس تخبريني كيف وصلتي من سفيرة في المنزل. والله هم اللي جوني. دقيقة خليني أجاوب. هذه بنت قانون مش أي حاجة، مش أي أي ولا زي. أنت خاصة متخرجة؟ محامية أو شيء؟ لا لا إن شاء الله مستشارة. شوف هذا على كبير استشاره. اتمنى لك التوفيق من كل قلبي، والبلد هذه ما فيها شيء مستحيل لان اصغر وزيره في العالم موجوده عندنا. اللي انا ابغى اقوله يعني شوفي اليو ان يراقبون كل احد موجود من الانفلونسرز، وبالذات اللي عندهم كارير مش السوشيال ميديا. السوشيال ميديا لان يعني انا اقول انه اتس فلكتشويتنج بزنس، السوشيال ميديا ups and downs، الناس بدأت تتمل ونبي شيء جديد. اللي عندهم كارير تمثيل غنى وزيرة، أي أحد عنده كارير وإنفلونسر وعنده تأثير حقيقي على المتابعين، هم ترى يراقبون مش المتابعين الفولورز والسوالف اللي أنا نفسي يعني مش وايد معاولة عليها. هم يتابعون أنت إذا رحتي حفلة كم عدد ناس يحضر، وكثر التفاعل اللي عند الشخص يشوفون ان الرساله توصل لان هذا الشخص مؤثر. What is it in a good or in a bad way؟ يعني مثلا انت تدرين شو سووا؟ ردوا بالتغريدات مالتي لين تغريده روبن ويليامز يوم تكلمت على الانتحار. انزين انا اي هاف ماي اون بوينت اوف فيو ذات ايفري ون هاز تو ريسبكت، واللي متعاطف وياه بعد الله يسلم يعني الله يسلمه ويحفظه، انا مالي يعني مشكله ولا لي اصلا سلطه اني اغير اراء الناس. وي هاف تو ريسبكت ايتش اذرز اوبينيونز باي ذا واي، ريجاردلس الديانات العقائد الواتسوايفر، لازم نكون محترمين. لو جاني شخص قال لي انا يهودي يشتغل معاي بالاحسان والادب والاحترام. الاسرائيلي موضوع ثاني طبعا، وهذا بالقزمه. انا اتكلم عن الاديان، اتكلم عن الطوائف، اتكلم عن المعتقدات. انا اشتغلت مع ناس كريستيانز ودروز، واشتغلت مع شيعة، واشتغلت مع كل with all due respect احبهم واموت عليهم، كلهم ناس محترمين ومحسنين. So this is how. لما يجي نتكلم على الانتحار وأشياء I cannot promote things like this. وترى طلبوا مني أمسح التغريدة أنا refused.
قلت لهم سوري انا انسان عندي برنسبلز عندي قيم وايد محافظه ترى انا مش وايد مثاليه ويمكن هذه التغريده ما كانت مثاليه وسوت زوبعه في العالم العربي انه كيف وداعشيه انت وما ادري شو قلت لهم ما عليك I'm happy to be if you think this way بس اني انا اقول طفل ياني يسالني ليش انت ليش ذبح روحه قلت له حبيبي يذبح روحه يروح النار بس ان اكتئاب مش اكتئاب this is ما لي خص فيه يعني بس انا كفكره انتحار ما كنت يعني انا مش متعاطفه معه اصلا ما يعني I wasn't a big fan anyway فاللي ابى اقوله بالنسبه لليو ان هم يراقبون كل شيء they found your true influencer وفعليا مؤثره وعندك وايد ناس ويحضرون وكذا they pick you for شافوا لي انترفيو قديم اول ما طلعت في الام بي سي قلت ان انا اتمنى ان اهتم بقضايا النساء المعنفات واطفال الشوارع this is how they approached طبعا كان very long process انترفيوز وقصص وشنو راح نسوي وش what do you have in the agenda واشياء كذي والحين انا عندي مشروع اللي هو قافله بلقيس هذا المشروع اللي موقفه التصاريح لازم I have to get الابروفلز والاوراق الرسميه والاشياء اللي نفس كذا لكن التاجرات كلهم هم مختارينهم and they are all waiting in the line for the interviews ونمشي لهم متابعين سنه اول حبيبتي والله انا اتشرف فيكم الله يسلمك بعد هيك سؤال بالنسبة هلا كنت تحب تغني وحابة تكون مغنية من البداية ما بدي تدرس بالجامعة أكيد لا كنت أبغى أدرس بس موسيقى تتخيل لو أنت درستي عطول موسيقى وما درستي الماركتينج شو كان أثر بحياتك كان خلاني متعلمة موسيقية ما أعرف أقرأ نوتة وعايشة الحياة وكنت بس شوفي بقول لك شيء الماركتر by nature is a marketer والدراسة تسقل التخصص التخصص يسقل العقلية بس العقلية أصلاً من زمان كنت شاطرة بالليل كيف أبيع الشيء أو كيف حتى أبيع الكلام if you want ترى المسوق الشاطر يبيع بس do not abuse it يعني إذا أنا عندي قدرة في الإقناع لازم أقنعك بشيء product أو service يكون على قد المستوى وما أقدر أقنعك ببرودكت أو service ما يكون على قد المستوى أبيع لي الكلام لأنه بطلع بعدين بيعت كلام and that's the difference any other questions before I go You just said actions speak louder than words but how can you prove to your parents regarding that you're a student And you don't have a source of income or anything. How can you like give them? صارحني شو المشكلة؟ Because some parents they're really like close-minded. Like, what do you mean by source of income? They want you to work? No, like I don't want that. What do you call the major? Okay, yes. But they put you on something else. Like for example, I don't want engineering. They put me the first year of engineering. أنا أعرف واحد كان very mean. يرسب. علشان يقنعهم انه لازم ندخل التخصص هذا بس انا ما انصح علشان انا طيب انا بسالك سؤال امك عندها صديقات مؤثرين او حد من اهلها مؤثر عليها Cleverly, أحد يقدر يأثر على أمك بالكلام ويقنعها أن أنت مو ما تنفعين في الدنيا. Okay. Trust me. اسمعي مني. وفي عندكم double major حاجة اسمها double major في الجامعة. يا أخي take double major. Take the media. أنت مش عايزة ميديا؟ أنا عايزة. اضغطي على نفسك. ادرسي الاثنين. Do a double major and you too. جامعة مترتب شيء. What do you want to ask? I'm leaving. Who wants to ask? لا أنت الحين بدرس دبل ميجر. سؤال شو أول شيء؟ Good. شو أول شيء ذكرتي أول ما دخلت الجامعة؟ ذكرت على طول فترة. أيام الشقاوة بالجامعة مع رفيقات السوء. يلا guys I have to go. Thank you so much for being here.